بمعدل قد ايه بتشوف حد تبقى عارف ان هو عامل تجميل؟ كتير جدا. النهارده عايزك توصف لي تفاصيل هذا الكفاح المسلح. لا انا طبيب في الاساس، طبيب مهمته يعالج. ناس كمان ثقافتها في الاسنان، لا احنا قدامنا سنين. اي وصفه بعيد عن طبيب الاسنان في الاخر مصيرها تدمير الاسنان. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، تخصص في مجال تجميل الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان جامعه نيويورك، احد مطوري حشوات الاسنان التجميليه. اهلا بكم كالعاده، الكلمه العلميه الكبيره والاسم الكبير في عالم الاسنان الدكتور نور الدين مصطفى ضيف العزيز. اهلا بيك دكتور. اهلا بيك يا دكتور. في مصر البلد الوحيده اللي تقدر وانت ماشي تشوف بيت مسنود على شويه خشب كده ويقول لك ده احنا كده عاملين تنكيس للبيت ومنكسينه. وفي مصر البلد الوحيده اللي ممكن حد يكون سنانه محتاجه زراعه ويبدا يفكر معاك في 500,000 حل غير الزراعه. غير الزراعه. ويقول لك ده نكس لي البيت، نكس لي البيت لكن ما تزرعليش. من ضمنها حلول بقى منطقيه او قديمه او ممكن تضره في وسط ان الزراعه تقدمت، فانا عايزك تحكي لي الحته دي، الحته دي انت اللي الهمتني فيها، احنا كنا قاعدين بنتكلم مع حاله لازم لها زراعه، انت قلت له حاجه فالهمني فكره. دخلنا في قصه تاني خالص. بالظبط. المهم ما نخش في الزراعه. طيب احنا الاول لازم نعرف ان الزراعه دي اهم واحدث واحسن طريقة اقدر اعوض بيها سنة مفقودة او هفقدها. يعني مش زي ما كل الناس فاكرة ان التركيبات الثابتة هي الطريقة الامثل لتعويض الاسنان، او ان انا اخلع سناني واسيبها مش مشكلة ما انا باكل على الجنب التاني. انتوا عارفين مقدمة اي شيء اسمه الواجهة، يعني اي محل له واجهة، صح الكلام، اي بيت له واجهة. احنا بتوع الواجهات، احنا طالما اسنانك اللي شويه اللي قدامين دول كويسين، حتى لو في سنان وقعت من ورا ولو فتحت بق اي حد فيكم دلوقتي وصورته بالكاميرا ووثقت ده كجريمه يعاقب عليها القانون، اعتقد ان في ناس هتاخد اعدام فيكم. انا عارف. فالواجهه احنا ملوك الاعتماد على ان الواجهه كويسه، طالما اسنانك من قدام كويسه خلاص اللي ورا دول يعني عادي في علم الغيب. ماذا يحدث عندما تفقد سن؟ ماذا يحدث؟ قول لهم. الموضوع ده مهم جدا بالذات للفيميلز او للبنات والستات. احنا الاول لازم نبقى فاهمين ان احنا الجلد الوجه عندنا هو مشدود بالعظم بشكل الجمجمه بتاعتنا. طيب لو بدا شكل الجمجمه بتاعتي تتغير، تمام؟ اول ما الشكل عند الجمجمه يتغير، ده فيديو بيبين لما هنفقد سن. اول ما بيبدا عندي الجزء اللي انا شادد عليه الجلد بتاعي يقل، هيبدا يحصل عندي ترهل في شكل الوجه. يعني دايما احنا عندنا في مصر، ودي معلومه للفيميلز، تلاقي البنات والستات بيلجأوا للبلاستيك سيرجري في قريب قوي. يعني تلاقي واحده عندها 35 سنه وراح الدكتور بتشد جلد. بتشد جلد الوش، عندها 40 سنة وبتشد جلد الوش وبتعمل فيلرز، هي ما سألتش نفسها ايه اللي حصل او ليه هي احتاجت انها تعمل بلاستيك سيرجري بدري كده. اللي حصل زي ما احنا شايفين في الفيديو، انا اول ما بنخلع اسنان بيبدأ العظم اللي حوالين الاسنان اللي احنا كنا اللي اتخلعت دي بيبدأ يحصل له انحسار، ودي عملية طبيعية جدا. بص لما بيبدأ يحصل له انحسار زي ما احنا شايفين، انت شايف حضرتك الفك وقع، بيبدا يقل. بيقل في الطول وفي العرض، فبالتالي الاسنان كمان اللي فوق ما بتلاقيش قدامها اسنان، بتبدا تنزل. تمام. النتيجه النهائيه انك هتفقد الاسنان كلها اللي حوالين الجزء اللي حضرتك فقدته، والاسنان اللي فوقيها كمان هتبدا تفقدها. ودي مقوله كده معروفه يقول لك ايه، انا دكتور لغايه ما كان عندي 30 سنه كانت سناني كلها زي الفل، انا خلعت سنه من حوالي 4-5 سنين سناني كرت. كرت. لفظة سناني كرت. كرت يعني ايه؟ يعني انت خلعت سنه بقالك قاعد 30 او 40 سنه او 50 سنه سنانك ما حصلهاش اي حاجه، مجرد ان انت بدات تخلع سنه وما عوضتهاش بدا يحصل السنه اللي جنبها تتقلب شويه. احنا في معلومه لازم الناس تبقى عارفاها، ان السنان عندنا بتبقى واقفه ابرايت كده، واقفه.
فلما بناكل عليها الضغط بينزل، المعادله بتاعته بتتحول للعظم بالكامل، ما بيتهزش حاجه في السنه خالص. طيب لو انا خلعت سنه والسنه ديت اللي جنبها فاضي، هتبدا السنه اللي جنبها فاضي دي تميل. انا عايزين نوقف الفيديو ده عشان نعلق عليه لوحده. طيب السنه اللي مالت بقى عندي سنه مايله، لما بنيجي ناكل عليها ايه اللي بيحصل؟ لما ناكل على السنه احنا بنحركها كده بالظبط زي العمليه اللي بنعملها اثناء عمليه خلع الاسنان. هيك لو حد راح خلع اسنان، الدكتور بيمسك الكماشه وبيحطها لها الفورسبس وبيفضل يحرك في السنه في اتجاهات. الحركه دي بتعمل بتوسع العظم اللي حوالين السنه، بتعملها بتعمل العظم ده يتاكل وبتلخلخ السنه. طيب لو حضرتك السنه بتاعتك مش معدوله ومايله وحضرتك بتاكل عليها، فانت عمال تعمل نفس الحركه، فالحركه دي بطيئه بس ليها تاثير على وقت. يعني هتيجي بعد 3 4 سنين هتلاقي العظم اللي حوالين السنه دي اتاكل، والسنه دي هتتخلع لان ما بقاش في عظم حواليها. ليه؟ لان حضرتك سبتها مالت ونزل عليها قوه هي مش مخلوق عشان تتحملها. السنان اللي فوق المفروض ان هي مسنوق برضو، لما السنه اللي فوق بتلاقي تحتيها فاضي بتبدا تطول، تبدا تنزل لتحت زي ما شفنا لما بتنزل كده انت برضو بتعمل تعريه للجدر، لان الجدر ده كان متغطي بلسة وكان متغطي بعض، ففجاه هيك الجدر ده بدا يبقى مش متغطي ولا بلسة ولا بعض، فبدا يتعرض لجو هو مش مخلوق عشانه. الجدر الاسنان مش مخلوق علشان يبقى معرض في الفم عندي عادي للاكل وللشرب وللمأكولات السخنه والبارده والحمضيه. الجدر مش مخلوق عشان كده، والا كان ربنا سابه مكشوف. احنا ربنا خالق الجدر متغطي بعظم ومتغطي بلسة. فانت اي تغيير عن الوضع اللي ربنا خالق فيه الشيء هيتعرض لمشكله، لان يعني ربنا خالق كل حاجه بقدر. فمعنى ان انا اسيبه يتغير يبقى انا بدي فرصه ان التغيير ده يعمل لي هارمفول افكت او يعمل لي تاثير سيء على الاسنان. هنا زي ما انت شايف الجذور بدات تتكشف. الجذور لما تبدا تتكشف تبدا هنحتاج بقى نعمل علاج عصب، هنحتاج السن عمرها يبدا يقل. فمعنى كده ان انا السن اللي بتتخلع ومش بعوض مكانها بزراعه، انا بعرض كل الفم عندي لتدمير، وكل الفم عندي زي ما بنقول الاسنان هتبدا تكر زي ما الناس كلها بتيجي تقول انا اسناني يا دكتور في 5 سنين كرت. ده طيب. رصة الضمنة بالظبط، واحدة وقعت واحدة تجيب اللي جوه واخداهم كلهم بتشد الكل. طيب القصة بقى المهمة قوي بالنسبة للستات زي ما قلنا ايه؟ انا عندي زي ما قلنا ان انا الجلد عندي هو مشدود بالفك هنا اهو، تمام؟ طيب لو الفك ده اتاكل، الجلد اللي كان مشدود ده حضرتك لما تبقى شادد جلد على حاجه وترخيه ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ترهل. تمام؟ بيحصل ترهل ويقع، يحصل ترهل بالظبط كده. فتلاقي البنت او الست سنها صغير قوي ورايحه تجري تعمل بلاستيك سيرجري وتشد وتعمل فيلرز، مع ان حضرتك اصلا انا شفت ناس عندهم 70 سنه، ستات عندهم 70 سنه مش ممكن تقول انها عندها 40 سنه. ليه؟ لان ما عندهاش سنه مخلوعه، سنان. السنان تأثر على شكل الـ الإنسان بطريقة مش طبيعية. أنا هجيب لك فيديو لأربعة في أمريكا استضافوهم الأربعة وكلهم بدأوا يتكلموا، محدش أعلن سنه وبدأوا يعلنوا سنهم بالتدريج، اللي عنده 70 واللي عنده 84 وكلهم يبدو عندهم مثلا ثلاثينات أو أربعينات بالكثير. يعني الأربعة اتفقوا في النهاية على أنه من ضمن أسرار صحتهم اسنانهم الكويسه. بالظبط بالظبط، ومش الصحه بس، الجود لوكينج. ما هو الجود لوكينج بالظبط، لان هيفضل دايما حيك طول ما عظم الفك والوجه عندي صحي، طول ما انا جلدي مشدود، جلد الوجه مشدود، طول ما جلد الوجه مشدود، طول ما هو مديني اليانج ابييرنس او شكل الشباب. يعني هنا احنا هنشوف الفيديو، هنا ده شكل الكيس وهي فيها اسنان، تمام؟ مجرد ان السنان بدات تتخلع وبدا العظم يتاكل، شايف التغيير اللي بيحصل؟ شايف التراجع. بص اللي هي الحركه بتاعه الفم التي تعبر عن السن بالظبط، حركه الحركة. انا عايز اقول لك ان ممكن يكون الفرق بين الصورتين اقل من 5 سنين. مجرد ان انا الاسنان عندي هنا بدات تتخلع
وما بقتش اعوضها بالزراعه. وخد بالك انا باكد ان انا اعوضها بزراعه مش باي اجراء تاني. على فكره الكلام اللي انت قلته لي ده بدات احفظه في ناس، ده دي بيحصل مش في 5 سنين، انا عايز اقول لك انه بيحصل ساعات في شهور في حالات حسب السن. حسب السن وحسب هشاشه العظام، يعني في فاكتورز كتير. هنا نفس الوضع، هنلاقي التغيير حصل شكل يعني هنا الفرق مش سنين، هنا الفرق سنين. بتبان في ممثلين الحكايه دي، بتبان في ممثلين. تلاقي رمضان اللي فات عمل دور، رمضان ده عمل دور تاني، شكل تاني خالص، شكل تاني خالص. هنا بقى انا عايز اقول لك الفرق مش سنين، الفرق اسنان. ودي الناس تحفظها، ان الفرق عندي مش ان السنين مرت عليا، الفرق ان انا خسرت اسنان. لان ممكن السنين تعدي عليا وانا اسناني سليمه، ما يحصلش فيه ما يتغيرش التغيير ده، وممكن سنين قليله قوي تعدي عليا بس افقد فيها اسنان فيبان عليا تغيير كبير جدا. فعشان كده دايما بنقول ان شكل الوجه مش بالسنين، بالاسنان. احافظ على اسناني، او لو لا قدر الله اضطريت ان انا هفقد سنه اعوضها بالزراعه، وباكد بالزراعه. ما عنديش حل يخليني احافظ على شكل السكيلتون بتاع وشي او شكل العظم بتاع وشي غير بالزراعه بس، مفيش حاجه تاني. انا كل اسبوع هتقمص لك دور عيان. اتفضل. وفي انواع بقى من العيانين بحكم خبرتي الطبيه هقول لك ان انا مثلا النهارده هتقمص لك دور العيان المقنع اللي بيحاول يقنع الدكتور بوجهه نظره ويتكلم باسلوب اللي هو ايه؟ شبه علمي يعني. اللي هو بقى هقول لك طب الزراعه، طب ما في تركيبات يا دكتور، في كباري، كوبري جميل، كوبري جميل، اعملي كوبري، كوبري جميل. ساعات بحب الكباري وبحب اقف فوق الكوبري، طب بقي في كوبري حلو، كوبري، كوبري جميل ماشي. انت الكوبري حلو، كوبري حلو ماشي. طيب احنا الاول هنقول ايه؟ هنقول الكوبري كان حلو لغايه ما اخترعنا الزراعه. دايما الشيء بيبقى الكوبري جميل. هقول لك ما دام الكوبري جميل، الكوبري كان جميل لغايه ما اخترعنا الزراعه. ليه؟ لان كان هو احسن طريقه ممكنه لاستعاده الاسنان. تمام؟ حضرتك ينفع تروح تحج بالجمل النهارده؟ لا طبعا. يعني تقدر؟ لا، في ناس عندك استعداد يعني؟ لا، ما الجمل جميل. اه طبعا. تعالى اركب الجمل يلا وروح حج بالجمل. الفكره هي كان زمان ما فيش عندنا، كانت انسب وسيله للمواصلات كان الجمل، فكنا بنروح نحج بالجمل. بعد كده بقى في العربيات، البواخر، اتعملت الطياره. دلوقتي حضرتك ممكن تروح في ساعتين. احمد فهمي الفنان الجميل في الفيلم بتاعه جميل قوي كان لك انا اروح الجامعه بالحصان زي الاستاذ، كان بيحاول يقلد الاستاذ احمد السقا زي الاستاذ احمد السقا. يعني راح وراح فعلا الجامعه. هو ده اللي عايز الكوبري. هو ده نفس النوعيه اللي عايز الكوبري. هي مقتنع ان هو عايز الكوبري، هو كان بيروح جامعه الحصان. تمام. طيب خلينا نتفق، ما دام حضرتك عايز الكوبري وبتحب الكوبري، حضرتك اصلا خلعت السنه ليه؟ هي اتاكلت ووقعت وماتت وربنا اتاكلت منك. السنه اتاكلت منك؟ اتاكلت. يعني انت ما عرفتش تحافظ عليها؟ لا خالص. ما عرفتش؟ لا ما عرفتش خالص. لا 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 ما بحافظش. ده كوبري. طيب ما عرفتش تحافظ على السنه. تمام؟ هتعرف تحافظ على الكوبري؟ يا راجل يعني سنه وراحت كوبري، يعني سنه وراحت ما عرفتش تحافظ عليها، هتعرف تحافظ على يعني ضيعت بوظت من ايدك السنه اللي ربنا خلقها سليمه، ربنا ادالك سليمه مش عارف تحافظ عليها. اقوم اديك كوبري بردت لك فيه سنتين وعملنا لك الكوبري بتاعك، يعني خدنا سنه سليمه، يعني انت بتخليني بايدي اخد لك سنه سليمه ابردها، والسنه اللي بعديها كمان وانا قاصد اقول كلمه ابردها مش احضرها، لان ده برد غير لازم. ليه؟ او تحضير غير لازم، لان انت السنه السليمه اللي انا هشتغل عليها دي عشان اعمل لك كوبري اللي حضرتك بوظت السنه اصلا قبل ما نعمل الكوبري، فانا هعمل لك دلوقتي البريدج بتاعي، هنبرد السنه الاولانيه والسنه الثانيه وهنعمل حضرتك الكوبري. ممكن نشوف بقى الفيديو، نشوف حضرتك يا اللي بوظت السنه اللي ربنا اداها لك هتعمل ايه في الكوبري؟ عشان دي النتيجه الحتميه. هنا زي ما شايفين اهو هنعمل ايه؟ هنبدا نحضر الاسنان، بردنا السنه اللي قبل والسنه اللي بعد، لان كوبري كده يعني السنتين دول تاثروا تاثر كبير. طبعا طبعا شلنا منهم، مش مهم بقى كده بس. المهم ان احنا لما بنعمل الكوبري بتاعنا، لو حضرتك كنت مهمل في الاساس فما قدرتش تحافظ على السنه، انك مش بتنضفها كويس ومش تعالجها كويس، فانت هنا هتبدا تخلي الكوبري ده يجمع دوائي اكل، يجمع بكتيريا، يعمل التهابات في اللثه، يعمل تاكل في العظم، والنتيجه الحتميه ان حضرتك زي ما خسرت السنه الاولانيه هتخسر سنتين كمان، وبعد يعني خلال 3 4 سنين بدل ما كانوا سنه بقوا 3.
هتيجي تقول لي نعمل الكوبري، انا بحب الكوبري، قول لي انا بحب الكوبري جدا. صح بتحب الكوبري. يبقى يبقى نعمل ايه؟ ايه معايا الذكريات. عشان في ناس قضوا حياتهم على نص فلوس حياتهم على كوبري. دلوقتي انت بتحب الكوبري. اول حاجه لما خلعنا سنه في ناس ما بتتصورش الا على الكوبري. احنا هنا هنصورك بالكوبري. تمام. اول مرحله عملنا ايه؟ عملنا بردنا سنتين، وعشان نعوض السنه المفروض عملنا كوبري تلات. طب دلوقتي انت خلعت التلاته، تمام، عايز نعوض التلاته الفاضيين دول بكوبري، هنبرد كام سنه؟ لا اربعه اثنين كمان. احيانا ممكن احتاج ابرد ثلاثة كمان أربعة كمان، حسب المساحة. الاسنان، لا حسب الاسنان اللي اتفقدت. يعني ايه؟ يعني انا ما ينفعش مثلا يبقى عندي مفقود عندي الضرس الاول الكبير والضرسين اللي قبله، ودي تقول لي ابرد لي الناب والسفن، وتبقى ده البريدج بتاعي، ما يستحملش. ما هو الكوبري ده منشأة هندسية ليها احمال. حضرتك الحمل اللي واقع على السنتين لازم يبقى فيه عمود وعمود، لانه كوبري، ما هو الكوبري كده عباره عن عمود وعمود، وبينهم الجزء الايه اللي على الهواء. تمام. طيب ما ينفعش اخد في علم الاحمال، في علم الاحمال ان انا اخد مسافه طويله اسمها لونج سبان على عمودين ضعاف، يبقى لازم اخد تقويه. يبقى بدل ما كنت هبرد اثنين هبرد اربعه علشان يبقى عندي الكوبري سبع وحدات. تمام. طيب حضرتك ما قدرتش تحافظ على السنه وما قدرتش تحافظ على الكوبري الصغير، ادينا لك كوبري اكبر نص فكك، سبعة ده نص الفك. فحضرتك اكيد نفس الوضع بعد سنتين ثلاثة أربعة خمسة أيا ما كان، هتفقد نص الفك ده، مع انك انت بادئ بقد ايه؟ بادئ معانا من أربع خمس سنين بسنة واحدة اتفقدت، عشان حضرتك بتحب الكوبري. حضرتك عايز تفضل تحب الكوبري لغاية ما يبقى عندك بقك كله كوبري، بعد 10 سنين من السيكونس اللي احنا فيه ده هيك هتحب حاجه ثانيه. هيك هتحب الطقم. وده المرحله اللي ليه بقى؟ لان حضرتك دلوقتي فقدت سبعه في تسعه في 11 في 14، ما بقاش عندك سنان فوق خالص احمل عليها، انتهى الموضوع. فنبدا نعمل طقم متحرك كده، ما بقاش كوبري بقى، ولا تعرف تقف على اي كوبري خالص. كده انت لابس طقم هتقف على كوبري كامل خلاص، كده كبيرك تقف عند مقله. فده للي بيحب الكوبري وعايز يقنعنا بالكوبري، خاصة ان هو فعلا هو ما قدرش يحافظ على سنته، على سنته الوحيدة ما قدرش يحافظ عليه. هتديله فرصة تاني وتديله تالتة ورابعة في اخر يبوظ الدنيا. طيب عين تاني واحد ده. واحد ماشي باشا، انا عايز ازرع. اتفضل. انا مقتنع. بس انا عايز ازرع بس، ما تقوليش بقى يا باشا بقى، معلش انا اسف يعني، ما تقوليش بقى اشعه مقطعيه وفلوس واشعه مقطعيه يعني معلش يا باشا. انا عايز ازرع. عايز تزرع ايه؟ ازرع سنه. لا كده انت مش عايز تزرع سنه. لا انا عايز ازرع. لو عايز من غير اشعه مقطعيه هتزرع حاجه تاني. تزرع في الحقل. لا ما هو ده، ما هو ده برضه الكونسيبت. لا في ناس بخله. بخله. تمام. بقى بخيل، ده اللي انا مثلته لك، ده الكاركتر اللي هو مش عايز يصور علشان خاطر هو جاي. مش انت هتزرع لي؟ انا عايز زراعه. حلو. طيب انا دلوقتي عشان زي بالظبط اللي جاي يكشف عندي انا واقول له تحليل يقول لي لا انا عايز اكشف. مش عايز اكشف بس ما ده ما تديش دواء. لا هيديني دواء بس مش عايز تحليل. ما تحللش. ما حللش. اعرف كده بالبصر. انا بحلل في 2013. هو والله العظيم ده عندنا وعندنا. هو بيفترض ان حضرتك عينيك تحليل، وانا ان انا عينيا اكس راي، فشايف العظم بتاعه قد ايه. انت مش بالخبره؟ لا مفيش. بص بقى، الزراعه بتحتاج ان انا ابقى عارف طول وعرض وارتفاع العظم اللي انا هزرع فيه، لان الزراعات دي مقاسات، في زرعه 8 مللي في 3.2 وفي 10 مللي في 4، يعني في مقاسات كتير. وكل ما انا حطيت المقاس الانسب وكل ما قدرت احط المقاس الاكبر في العظم اللي عندي، كل ما كان عندي يعني كل ما اديت فرصه اكتر ان الزرعه بتاعتي تعيش اكتر. طيب هعرف منين؟ لازم اعمل اشعه ثلاثيه ابعاد عشان اعرف العظم بتاعك قد ايه اللي انا هحط فيه الزرعه. انا همسك العظمه، همسكها بايدي اوزنها واشوف هي قد ايه. خد بالك ان جزء كبير قوي من العظم مستخبي، يعني انت عندك الريدج او الجزء العظم اللي فوق اللي ظاهر حاجه، واللي تحت كمان انت الفك كله ده عظم، اللي باين منه الجزء اللي بتحط صباعك عليه، في جزء تاني تحت، الجزء لازم تعرف طوله كويس. في حاجه اهم، احنا عندنا حاجه اسمها فايتال ستراكشرز في المانديبل والمجزله، في الاماكن الحيويه في الفك. زي ايه؟ زي الانفيرير الفيرال نيرف،
ده عصب. العصب اللي واخد نص وشي ده في الفك السفلي، واخد نص وشي اليمين ونص وشي الشمال. حضرتك لو انا مش عارف مكانه بالظبط فين، وحضرتك بدات ازرع ورحت عامل دريل ورحت نازل بالدريلنج، رحت خابط النيرف ده او العصب ده، حضرتك هيحصل شلل في الوجه، هتبدا تحس بتنميل دائم كانك واخد بحقنه البنج بتاعه الاسنان دي للابد. فبالتالي الموضوع مش هزار، مش عشان حضرتك بخيل هتدخل نفسك بقى في مشكله تجيب لنفسك شلل بقى علشان خاطر احنا داخلين نخش نشتغل اقوم خابط نيرف واحنا مش شايفين. في عندنا فوق الساينس الجيب الانفي، حاجه ما ينفعش يبقى عندي العظم سمكه 2 ولا 3 مللي وهم داخل وده شفناها. انا ممكن اجيب لك اشعه 3 دي عاملينها لحالات زرعه بره، لان زرعوا عند دكاتره مش دكاتره زراعه ومش متخصصين في الزراعه قوي، هو حاطط الزراعات كلها في الساينس، يعني حاطط 8 زرعات فوق 4 و4 حاططهم جوه الجيب الانفي، عامل جسم غريب حاطه في الجيب الانفي على طول، عامل مشكله ابديه وعمره ما هيمسك. ده ليه؟ ده لا اما هو كان عامل اشعه ثلاثيه الابعاد والدكتور نفسه ما عرفش يقراها، لا اما هو مش عامل اشعه ثلاثيه الابعاد. ممنوع الزراعه من غير اي حد، اهو انا بقول اي حد هيروح لدكتور ويقول له انا هزرع لك من غير اشعه ثلاثيه الابعاد يسيبه ويمشي. انا بقول ده يسيبه ويمشي ما يشتغلش معاه. واضح ان عالم الزراعه عالم كبير، ففي جزء تاني وفي عينين تانيين بشخصيات تانيه هتقمصهم لك وهجيبهم لك المره الجايه عشان نكمل النص التاني في الحوار. انا معاك، نص تاني مهم جدا في عالم الزراعه، عالم مثير. احنا عارفين الديكور بتاعنا ده معمول ازاي؟ دي مدينه الجمال اللي نتمناها، مدينه الناس الحلوه. تمام. وده الكوبري، وانت اهو عشان تعدوا المدينة دي لازم تعدوا من خلال الكوبري ده. مين اللي قاعد على الكوبري؟ احنا الطريق. العلم هو الطريق، العلم بس اللي ممكن يوديك كل الناس الحلوة. خليكم دايما معنا سلام. في الطب بنقدر نقول كلمة الشفاء الجراحي من السكر. عملية جراحية قدرت انها تنتصر على السمنة سكر في نفس الوقت، سكر من النوع التاني. في حاجات كتير جدا غيرتها العمليه دي لم نكن نعلمها في اللحظه الحاليه. نسبه امان عمليات تحويل المسار تزداد بقوه. احنا عندنا في مصر نتائجنا بنفس الامان زي المعدلات العالميه. العيان بيتنقل نقله تانيه. عمليه تحويل المسار المصغر هي المعيار الذهبي لمرض السكر. عملية تكميم المعدة لها تأثير مباشر في علاج مرض السكر. شك يقترب من اليقين. البالونة من الحاجات اللي ظلمت. هرمون الجريلين ثبت لدينا ان بيزيد الحرق 10 اضعاف. السكر بمشاكله العديدة اللا متناغمة مضاعفات. النوع الاول من السكر اذا كان مصحوبا بسمنة هيستفيد بنسبة تصل الى 70%. عملية تحويل المسار المصغر لن تكون مريض سكر، أنت لم تعد مريض سكر.